يا معلم ياسر، نعم. انت ما خليتش من الحلاوه حاجه خالص النهارده. من 35 ل 50، من 35 ولا اجيب خروف ولا اجيب جيت. اللهم صل على سيدنا النبي. ولا اجيب خروف، ده الخروف النهارده ب 20 ولا اجيب جيت. 35 لحد 50. بما ان حضرتك فتحت الفيديو، اتمنى من حضرتك انك تصلي على النبي محمد وتكتب في التعليق صلى الله عليه وسلم، عشان انا وانت والكل يستفاد ببركة الصلاة على النبي محمد. مشاهدي ومتابعي قناة الريف حياتي من كل مكان في العالم، أهلا ومرحبا بكم جميعا. بجدد لحضراتكم اللقاء من داخل سوق بلقاس العمومي الدولي، وتحديدا احنا موجودين مع الوزير ياسر ابو شعيشة. عاوز اقول لحضرتك الكل هيضحي السنة دي الفانتوم مع المعلم ياسر ابو شعيشة، لان جايب لك اسعار من تحت الترابيزة. لف جميع الاسواق اللي على مستوى الجمهورية ومش هتلاقي الاسعار اللي عند الوزير. السلام عليكم يا معلم ياسر. السلام ورحمه الله. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب ومصر كلها طيبه. وفاضي او مشغول صلى على الرسول. على الصلاه والسلام يا اسطى. انت دايما معود المتابعين ومعود الشعب المصري كله ان بتجيب اسعار من تحت الترابيزه. من الاخر. زي ما انت. عشان ولا الناس تجيب خرفان ولا تجيب جبيان. حبيبي. الاضحيه بتبدا من عندي من 35,000 ل 50,000. اللهم صل على سيدنا النبي. اضرب يا ابو شعيشه. قول لي رقم تليفونك الجميل بقى. 012 012 2 6 6 3 3 7 7 7 7 6 8 6 8 عنواننا طبعا بالقاس. حبيبي يا معلم ياسر، زباين ورقه يا باشا. يعني من 35 ل 50,000 ل 50,000. عاوز اقول لحضرتك عزيزي المتابع، لف الاسواق اللي على مستوى الجمهوريه كليه مش هتلاقي اسعار اللي عند المعلم ياسر ابو شعيشه. لحمه بسم الله ما شاء الله تبارك الله بالطراز العالي. اللهم صل على سيدنا النبي. حبيبي يا معلم ياسر، وعندي في المزرعه اقل حاجه 500 حته. اللهم صل على سيدنا النبي. يعني ان شاء الله الخير موجود. ما بخلص. واللي عاوز حاجه كل حاجه موجوده باذن الله. جميل. المعلم ياسر ابو شعيشه، المعلم ياسر ابو شعيشه النهارده عامل اوكازيون في سوق بلقاس العمومي الدولي. عاوز اقول لحضرتك النهارده هتضحي. الوزير ابو شعيشة النهارده ما خلاش في نفسك حاجه خالص. اسعار من تحت لتحت، من 35 ل 50، من 35,000 صلى على الحبيب، 50,000 قدامك 40 حته. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. اوري حضراتكم العروضات بتاعه ياسر ابو شعيشة يا جماعه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يبارك لكل الناس. اللهم صل على سيدنا النبي. عروضات المعلم ياسر ابو شعيشه، عنواننا طبعا بالقاس محافظه الدقهليه. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال، ويبارك يا رب لصاحب النصيب. الخير موجود يا جماعه اهوت، ربنا يبارك. الخير موجود اهوت مع المعلم ياسر ابو شعيشه في سوق بالقاس. اللهم صل على سيدنا النبي. انا يا ولد 110 حبيب سعيد. حبيبي يا معلم سعيد الكرنس. حبيبي احسن ناس واغلى ناس. حبيبي تسلم يا حبيب. الكل هيضحي السنه دي ان شاء الله مع ياسر ابو شعيشه. اللحمه سوبر يا جماعه ايت بالطراز العالي. اللهم صل على سيدنا النبي. عنواننا بالقاس محافظه الدقهليه. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال، ويبارك يا رب صاحب النصيب. شايفين العروضات الجميله يا جماعه؟ شايفين اللحم السوبر؟ اللهم صل على سيدنا النبي. النهارده المعلم ياسر ابو شعيشه عامل اوكازيون في سوق الاس. اللهم صل على سيدنا النبي. اوكازيون النهارده مع المعلم ياسر ابو شعيشه في ارضيه سوق بالقاس العمومي الدولي. واحد الازرق. قول لي رقم تليفونك الجميل يا ابو شعيشه. 012 2 012 2 6 3 3 3 3 7 7 7 7 6 8 6 8. اي كميه موجوده بامر الله. موجوده 24 ساعه. اللهم صل على سيدنا النبي. اللي محتاج اي حاجه من المال الطيب دهوت يتواصل مع المعلم ياسر ابو شعيشه، ورقم التليفون موجود في العرض. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال، ويبارك يا رب لصاحب النصيب. وهناخد رقم تليفون المعلم سمير برضك اهوت. خطتك فطار العجله ده. رقم تليفونك يا معلم سمير. 0100 97 94 6 1 0 6 1 0. وعندنا مواصلات لاخر العالم المصري. حبيبي يا معلم سمير، واللي معاه زي مسامحين. حبيبي احنا مسامحين بعد الذبح كمان. الله يبارك لك. مسامحين. المعلم سمير بيقول الكل هيضحي السنه دي. كل الشعب المصري السنه دي هيضحي. الله اكبر. المعلم سمير والمعلم ياسر ابو شعيشه عاملين اوكازيون النهارده على الريف حياتي على اليوتيوب. المهندس احمد عبد اللطيف يا جدع. حبيبي يا معلم يا باشمهندس.
بيصوتوا تاني غالي حبيبي. اسكت بقى ونزل اسعار بمرض الله حبيبي يا محسن. تسلم ومالكش بقى انا ضرب مش عايش على دماغي علي محسن. سيبها يا محمد سيبها حبيبي يا عم. الخير موجود يا جماعة اهوت والسوق مليان وده سمان بالخيرات. اللهم صل على سيدنا النبي الريف عيال سمان. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. حته بناتها من الطراز العالي كسرت يا ابو شعشع. اللهم صل على سيدنا النبي. بكام يا زمان؟ بكام يا عم؟ بكام يا عم؟ ندفع عرقي ندفع عرقي. فيها بيع وشيرة شغال اهو قدام حضراتكم اهو ب 39 اهي. اللهم صل على سيدنا النبي. المعلم ياسر ابو شعشع حطم الرقم القياسي النهارده. ما خلاش في نفس اي حد حاجه خالص. معقولة الجمال ده هو اصله 39,000؟ اللهم صل على سيدنا النبي. كسرة سنتين يعني لحمة صوبة. اولاد ابو شعيشة النهاردة موقفين سوق بالاس كله على رجل واحد. اسعار من تحت الترابيزة. حتة بنتاية من الطراز العالي ب 39,000. رقم المعلم سمير ابو شعيشة موجود في العرض والمعلم ياسر ابو شعيشة موجود في العرض. واللي محتاج اي حاجة اي كمية بامر الرحمن موجودة ان شاء الله. والتوصيل يا معلم سمير مباشر مجانا حبيبي يا معلم سمير. ما عندنا عربيات ما خلتش من الحلاوة حاجة خالص النهار. عندنا عربية كبيرة عربية صغيرة. تسلم يا معلم سمير. اللهم صل على سيدنا النبي. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. اللي عاوز يضحي السنة دي يا جماعة اولاد ابو شعيشة عاملين الاوكازيون. عاملين الاوكازيون النهاردة في سوق بالقاس. ولو جيت المزرعة ان شاء الله حبيبي محترم صورني معاه بقى حبيبي على راسي على راسي كل صوت طيب يا غالي حبيبي محترم. الخير يا جماعه اهوت مع مشعشه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. لحم طيب يا جماعه اهوت. عاوز تضحي ما تشيلش هم ان شاء الله. هتضحي السنه دي هتضحي السنه دي. لحمه طيبه اهوت. والحاج ياسر ابو شعشه النهارده حتى من الاسعار خالص. ما خلاش في نفسك حاجه خالص. 35 هتلاقي 40 هتلاقي 45 هتلاقي 50 هتلاقي كل حاجه ان شاء الله هتلاقي. اتقل حاجه 50 اتقل حاجه عند ابو شعشه 50,000 النهارده كله لحمه سوبر. اكبر حاجه النهارده معاه سنتين لباني وسنتين. اللهم صل على سيدنا النبي. وكل حاجه على الطبعه قدام حضراتكم من ارضيه السوق. ورقم تليفون المعلم سمير ابو شعشه والمعلم ياسر موجودين في العرض. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. حابب اقول لحضراتكم حاجه يا جماعه اللي واقف في الفيديو. السوق ان شاء الله الجمعه القادمه هيشتغل الساعه 10 صباحا. السوق النهارده شغال من العصر. والسوق الجاي للي حابب ينزل السوق السوق هيشتغل الساعه 10 صباحا. النهارده 7 7 النهارده الجمعه يا جماعه 7/5/2024. وحابب اقول لحضرتك حاجه. لف الاسواق اللي على مستوى الجمهوريه كلها وان شاء الله هتلاقي اقل الاسعار عند المعلم سمير ابو شعيشه. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال ويبارك يا رب لصاحب النصيب. لا لا ولاد ابو سمير ولاد ابو شعيشه عشان بتاع رشيلك. اللهم صل على سيدنا النبي. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. شكرا لكم والى اللقاء في فيديو جديد من يوم جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت الواد الازرق احنا بنشجع الاضحيه. انت ما خليتش من الحلاوه حاجه خالص النهارده. ايوه مش عيشه كل يذبح. ما خليتش من الحلاوه والجمال حاجه النهارده خالص. هنا المال الطيب عند ياسر ابو شعيشه حبيبي يا غالي. اللي عايز يعمل مؤسسه من عند ياسر ابو شعيشه عند الوزير. قبل ما اقفل الفيديو رقم تليفونك الجميل 012 2 6 3 3 3 7 7 7 7 6 8 6 8. شكرا لك يا معلم ياسر حبيبي.